وللتعليق أكثر على أوضاع النازحين في العراق بعد مرور أكثر من عامين من انتهاء العمليات العسكرية هناك، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي الأستاذ محمد عماد. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. مليون عراقي لا يزالون في مخيمات النزوح بعد عامين ونصف على انتهاء الحرب، كيف تصفون أوضاع النازحين بعد كل هذه المدة؟ نعم، في البداية تحية لكم أستاذ يونس وللمشاهدين الأكارم، وأنطلق من سؤال حضرتك. بالتأكيد على أن الأوضاع الحقوقية والإنسانية التي يعاني منها أكثر من 2 مليون مواطن عراقي هجروا ونزحوا من ديارهم قسرا بسبب الأحداث الداخلية والحرب على التنظيمات التي شنتها الحكومة العراقية ما زالت مستمرة، والانتهاكات للأسف في تطور مستمر. أولا بسبب غياب الدور للحكومة العراقية في تأمين احتياجات أولئك النازحين الذين هجروا من ديارهم قسرا وما رافق ذلك الترحيل أو التهجير من انتهاكات خطيرة منطوية على أولئك الأشخاص، وأيضا بسبب فيروس كورونا المستجد الذي للأسف بدأت ملامح أزمته، للأسف يبدو أنها ستطال العديد من اللاجئين العراقيين أو النازحين العراقيين في حال استمرار صمت الحكومة العراقية في تأمين الاحتياجات الأساسية لأولئك النازحين، وأيضا في غياب الدور الأمني الحقيقي لتلك الحكومة وإطلاق يد الميليشيات المسلحة في التحكم في وصول المساعدات، وأيضا في عدم السماح للعديد من النازحين واللاجئين العراقيين بالعودة إلى أراضيهم بالرغم من خروج تنظيم داعش من تلك المناطق. وهذا الأمر يطرح علامة استفهام واسعة وكبيرة حول دور الحكومة الحقيقي في مواجهة أزمة كورونا بشكل عام في الجمهورية العراقية وأيضا في مخيمات النزوح، وأيضا عن دورها في ضبط حالة النزاع المسلح ووجود تنظيمات مسلحة تقوم بالتحكم بمصير مئات بل ملايين العراقيين الآن داخل الجمهورية العراقية وخاصة في مخيمات النزوح العراقية. نعم أستاذ محمد، كما تفضلت حول قضية المساعدات، يعني الجمعيات الأهلية والمنظمات الخيرية بشكل عام تقوم بهذا الدور نحو النازحين، تقدم مساعدات وما إلى ذلك، هل يمكن أن تقوم تلك المساعدات مقام ما يجب على الحكومة القيام به؟ في موضوع المساعدات دعني أوضح هنا نقطة مهمة جدا، أن هناك بعض المساعدات الخارجية وهي عبارة عن ملايين مبالغ بملايين الدولارات يتم إرسالها من قبل الدول المانحة لكنها لا تصل إلى المخيمات، وهذا أيضا علامة استفهام كبيرة تطرح أيضا لعمل الحكومة العراقية، إضافة إلى غياب الدور الحقيقي للحكومة العراقية، بمعنى أن المواطن أو النازح العراقي عفوا داخل مخيمات اللجوء الآن في بعض المدن العراقية لا يلمس أي تواجد للقوات الحكومية أو للدور الحكومي من خلال توفير أبسط المستلزمات. نحن نتحدث هنا سيدي الكريم عن مستلزمات كالغذاء ومستلزمات طبية أساسية وأيضا أماكن للنوم ومهاجع للصحة، كل هذه المستلزمات لا تقوم الحكومة العراقية بتوفيرها، على الرغم أن هناك بعض المساعدات يتم إرسالها من قبل جهات أهلية وجهات مانحة داخلية، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الخارجية والدول الخارجية بالمناسبة التي تقوم بإرسال التزاماتها بشكل دوري إلى الحكومة العراقية. لكن هنا نطرح استفسار أو علامة تساؤل كبيرة جدا، أين تذهب تلك الأموال في مقابل أن التقارير الحقوقية العراقية أو المحلية من خلال الباحثين الميدانيين في العديد من المؤسسات الحقوقية الذين رصدوا غياب أي تواجد للمستلزمات الأساسية في تلك المخيمات. نعم طيب، المنظمات الدولية الإغاثية من ناحية أخرى تقول إن المسيحيين يواصلون الهجرة من سهل نينوى بسبب الميليشيات، ما الدور الذي تؤديه الميليشيات في منع النازحين من العودة لمناطقهم؟ نعم بالفعل، هو حقيقة الأمر لم يطل المسيحيين فقط من أبناء الجالية العراقية، بل هو طال العديد من أبناء الطوائف المخالفة لأولئك المسلحين، بمعنى أن الآن هو بعد مذهبي صرف أو مطلق في عملية تهجير المواطنين ومنعهم من العودة إلى ديارهم، وهذا الأمر يخالف مبادئ وقواعد القانون الدولي، كون أن الحكومة العراقية لا يوجد لها أي بسط أو نفوذ أو سيطرة على المسلحين، والمسلحين يقوموا وفق أهواء طائفية ومذهبية بمنع الأشخاص المسيحيين بشكل خاص، وأيضا العديد من الطوائف المسلمة لكنها تخالف المذهب أو الاتجاه المذهبي لأولئك المسلحين بشكل عام. نعم، ما هدف الميليشيات من منع النازحين من العودة باعتقادكم؟ نعم، هو هي عبارة عن تغيير ديموغرافي على أرض الواقع، من خلال أن التنظيمات المسلحة الموالية للحكومة هي معروفة الاتجاه المذهبي، وبالتالي تقوم هذه الميليشيات المسلحة مقابلة بضعف الدور الحكومي، وربما دعنا نكون واضحين تغاضي الحكومة العراقية عما يقوم به أولئك المسلحين
في تشكيل هوية ديمغرافية جديدة على أرض الواقع في جمهورية العراق. نعم، هناك العديد من الأشخاص الذين يقولون أن هذه أصوات أو أن مثل هذه الآراء غير صحيحة وأنها لا تتواجد على أرض الواقع، لكن المراقب للمخيمات وأيضا للمدن التي تم تطهيرها من قبل داعش وما زالت سيطرة الميليشيات المسلحة عليها وعدم رغبتها أو عدم السماح بعودة الملايين من أو مئات الآلاف من الأشخاص أو من اللاجئين العراقيين إلى أراضيهم ومنازلهم، يدرك تماما بأن هناك تغيير، إحداث تغيير ديموغرافي على الساحة العراقية وفي جمهورية العراق الهدف منه تقسيم أراضي العراق تبعا للمذاهب الدينية للأسف. نعم، أخيرا أستاذ محمد، في موضوع إعادة الإعمار، وعلى الرغم من دفع المانحين المليارات لإعادة الإعمار للمدن التي شهدت عمليات عسكرية، إلا أن الحكومة تقول إنها لا تجد الموارد الكافية لإعادة الإعمار. بالفعل، وهذا ما طرحناه قبل قليل، أن الحكومة العراقية دائما ما تتحجج أمام الدول المانحة وأمام العديد من المنظمات التي تقدم المساعدات سواء كانت للاجئين العراقيين أو للعراقيين بشكل عام. هناك التزامات شهريه ودوريه على العديد من الدول والعديد من المؤسسات الدوليه تقوم بارسال ملايين ومليارات من الدولارات الى اولئك الاشخاص، لكن الناظر الى حال المخيمات العراقيه واماكن اللجوء والنزوح التي يتواجد بها العراقيين وايضا الى الاثار التي خلفتها الحرب العراقيه الداخليه والتي القت في تاثيرها على حياه العراقيين بشكل عام، تظهر لنا تلك الأرقام والمؤشرات والتقارير بأن الحكومة العراقية أمام سؤال كبير جدا، أين تذهب تلك المليارات؟ بمعنى إذا كان المواطن العراقي الذي نزح من دياره قصرا والذي يتواجد داخل المخيمات لا يوجد بها أبسط المقومات الأساسية، لا طعام ولا شراب ولا مستلزمات صحية، وأيضا البيوت التي تم قصفها وتدميرها لم يتم إعادة إعمارها، فأين تذهب تلك المليارات؟ حقيقة الحكومة العراقية مطالبة بالإجابة على هذا السؤال، وأيضا هي مساءلة أمام المجتمع الدولي بأن تقوم بالتبرير إلى أين تذهب تلك الأموال. وأيضا لا نخفي أن المجتمع الدولي يتحمل جزء كبير من المسؤولية من خلال تشكيل لجنة دولية وأممية لمراقبة أوضاع اللاجئين العراقيين النازحين قسريا داخل الجمهورية العراقية، نعم، وأيضا من أجل ضمان وصول تلك الأموال التي تتبرع بها الدول والمنظمات الدولية إلى أصحابها ومستحقيها داخل العراق. شكرا، شكرا لك أستاذ محمد عماد، الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسط، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.